أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الأولى First Unit التحيات التعارف Greetings and Introduction الدرس الثالث Third Chapter الحوار الثالث Third Dialogue. انظر دیکھئے واستمع سنیے واعد اور ریپیٹ کیجئے. أحمد السلام عليكم. بدر وعليكم السلام. أحمد هذا أخي. یہ میرا بھائی ہے. هو مدرس. He is a teacher. بدر أهلا وسهلا. Welcome. أحمد هذا صديقي. یہ میرا دوست ہے. هو مهندس. He is an engineer. وہ ایک انجینئر ہے. الأخ Brother, أهلاً وسهلاً. Welcome. أحمد, مع السلامة. Goodbye. Brother, مع السلامة. Goodbye. Ammar. جی میم، You are Ahmad and Imtiaz, you are Badr. Exchange the dialogue. السلام عليكم. وعليكم. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو محدث. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Ammar, read this one. الحوار الثالث. क्या मतलब है इसका? ثالث ديالوج. Yes. आगे. انظر دیکھیے واستمع سنیے और واعد. جی میم. वाह का मतलब होता है और वास्तव में और नहीं है. اور سنیے واعد. और दोहराइए, रिपीट कीजिए. ریپیٹ کیجیے. اور ندا السلام عليكم. هدى وعليكم السلام. ندا هذه أختي. یہ میری بہن ہے. هي طبيبة. She is a doctor. هدى أهلا وسهلا. Welcome. ندا هذه صديقتي. یہ میری دوست ہے. هي طالبة. She is a student. الأختي أهلا وسهلا. Welcome. ندا مع السلامة. گوڈ بائے. خدا مع السلامة. گوڈ بائے. پاکیزہ راؤ. شمیم. جی باجی. You are Nada. جی. And Imtiaz, you are Huda. Exchange the dialogue. بسم الله الرحمن الرحيم. ندى السلام عليكم. وعليكم السلام. ندى هذه أختي. هي طبيب. طبيب يه ميري باتون. بهن هي طبيبة. يه ميري بهن هي اور وہ ڈاکٹر ہے. خدا اهلا وسهلا. ویلکم. ندا هذه صديقتي. یہ میری بہن ہے. دوست ہے. هي طالبة. وہ طالبہ ہے. الاخت اهلا وسهلا.
بالكم. ندى مس سلامتي، سلامتي کے ساتھ. Good bye. Good bye. سلامت رہو. مع السلامة. Amar, you are first. Imtiaz, you are second. Exchange and dialogue. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي. Yes. هذا أخي هذا أخي کے آگے هي نام بھی لیں، اپنے بھائی کا نام بھی لیں، هذا أخي أحمد يا جو بھی ان کا نام ہے. هذا أخي عاصم. اوكي كچھ هو بھی طالب. فیشن بتا دیں. هي ٹھیک کے ہے، لیے هو کیا یوز طالبہ، ہوتا؟ هو طالب. طالبون. هو طالب. أهلا وسهلا، ويلكم. هذا صديقي. هذا صديقي كامران. اوكي يا اوكي هو ميل فريند. اوكي هو طبيب. اوكي أهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة. شميم جی جی you باجی. are first student, امتیاز you are second student, exchange the dialogue. هي اخي. No, from start. Peace be upon you. مجھے انگریزی بہت پسند. I'll be the first student. She'll be the Okay, second Tiaz, one. you are first and Shamim is second. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخي إمداد الله. هو طبيب. أهلا وسهلا. هذا صديقي خالد. هو مهندس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الوحدة الأولى first unit التحيات والتعارف greetings and introduction. الدرس الثالث third chapter. المفردات vocabulary الأرض display. انظر دیکھئے واستمع اور سنیے واعد اور repeat کیجئے. عمار كيو اس کو ریپیٹ کریں. مدرس. طالبة.
طبيبة، مهندس، أختي، صديق، صديقة. This one. هذه هو هي ما من سكند رو it is صديق أو صديق. Which one? السكند رو صديق صديق. صديق for male and صديق button for female. صديق means Sadiq means friend for male and Sadiqatun for female. What about this أخ ma'am؟ أخ Akh means brother, Ukhti means brother. sister. Okay. Tadrib exercise. Sil bain al kalimati wa surat al munasiba. Picture مناسب ورڈز کے ساتھ میچ کرنا ہے. شمیم جی بچے، فرسٹ پکچر کو کس کے ساتھ میچ کریں گے؟ حاضی ہی نہیں نہیں نہیں، یہ دو ورڈز ہیں، ان میں سے بتائیں. پہلا والا طالبتن اور دوسرا والا مدرسن. اوکے، نیکسٹ دس ون. یہ صدیقتن یس صدیق یس دس ون. مهندسن طالبتن نو، طالبتن نہیں، طبیبتن. طبیبتن. Yes. حاضی ہی پہلا والا ٹھیک اور ہے. دوسرا والا حاضر. اوکے، الوحدة الأولى first unit، التحيات والتعارف greetings and introduction، الدرس الرابع fourth chapter. التدريب الأول first exercise، استمع ثم ضع علامة في المربع المناسب. سنے اور صحیح تصویر کے ساتھ ٹک کا نشان لگائیں. عمار جی میم. الوحدة الأولى، التحية والتعارف، الدرس الرابع، التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، هذا. اوكي عمار، تل فاست ولا میم؟ بوائز میں ہاتھ. اثنان. أخت. يا سمار. أخت. بہن کا، بہن کا ہے میم، یہ بہن. بوائز کے بازو.
اوكي. ये बॉय, ये बॉय क्या बात है. السورة الثانية بولیں گے اس کو، فرسٹ پکچر کو السورة الاول، السورة السورة الاولى، الثانية. السورة الاولى اور السورة الثانية. جی ثلاثة. مدرس. السورة الثانية من Yes. ثانية. ثانية. أربعة. مصر. السورة الأول. السورة الأولى. أولى. السورة الأولى. خمسة. طبيبة. السورة الثانية. ستة. أنت. السورة الثانية. تدريب الثانية، second exercise، أشير إلى السورة التي تسمع اسمها. picture की طرف إشارة कीजिए جو نام آپ سنیں گے. امتیاز، جی میم. آپ کے پاس چار options ہیں، ان میں سے آپ کو جو ورڈ سنیں گے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی التدريب الثاني. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. أولا، أخت. أخت. السورة الثانية. فورت ون خمسة. فورتالا رابع. رابع. دال. ثانيا، أنت. أصورة الثانية. السكت بام. حمزة. ये जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए ना، हमजा बा जीम दाल، इनमें से आप वर्ड्स बोल दें. जी हाँ. ثالثا، مدرس. أدرس ضال. شميم. جی باشی. یہ ریڈ کریں. واحد. الوحدت التحیت الوحدت الاولی. الوحدت الاولی. یس. تحیت و تعرف الدرس تحیاتو کا کیا سات. مطلب ہے؟ ریٹنگس. واہ. اردو میں راجی.
तहियातों का मतलब है ग्रीटिंग्स, मिलना जुलना, सलाम दुआ करना। वाप मीन्स और, तारुफ मतलब इंट्रोडक्शन। अदर्सुर्राबे फोर्थ चैप्टर। मुफरदातुल इजाफिया एडिशनल एक्सरसाइज। अर्ज़ अल अर्दु डिस्प्ले। उन्जुर देखिए, वस्तामी और सुनिए, वाइद और रिपीट कीजिए। शमीम ये पढ़े। वाहिद वाहिदुन इस्नानुन सलासतुन अरबातुन खमसतुन। التدريب الأول سلبين العدد وصورة المناسبة عدد کو مناسب صورت کے ساتھ میچ کرنا ہے. پہلا الواحد واحد واحد اوكي أربع سكن من أربعة أربع جي اوكي نیکسٹ ثلاثة خمسة نو فورتھ ون اثنان خمسة التدريب التدريب الثاني سكند اكسرسايز دوسری مشق. رتب رتب الاعداد، الأعداد رتب الاعداد، اعداد کو ترتیب دیں. يس واحد اثنان يس ثلاثة أربعة خمسة يس جي عمار جی ماں یہ ریڈ کریں. الوحدة الأولى التحيات وتعارف الدرس الدرس خمسة الخامس الدرس الخامس التراكيب النحوية grammatical structure okay التدريب الأول التدريب الأول تبادل السؤال سؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين بس نبادل اكسچینج السوال السوال question والجواب answer مع ساتھ زميلي کا اپنے دوست کے ساتھ وما في المثالين جیسا کہ مثالوں میں ہے المثال أول yes المثال ثاني first والی پڑھیں هل أنت باكستاني؟ क्या मतलब है इसका क्या तू पाकिस्तानी है? यस نعم أنا باكستاني मैं पाकिस्तानी हूँ ओके सेकंड वन هل أنت باكستانية؟ هل انت باكستانية هل أنت باكستانية؟
तुम पाकिस्तानी पाकिस्तानी हो मतलब औरत के लिए मैं ठीक है। अच्छा नाम। हाँ अना पाकिस्तानिया, मैं पाकिस्तानी हूँ फीमेल के लिए। इम्तियाज, जी मैम। इम्तियाज एंड अमार। जी मैम। दिस वन, जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल फिफ्टी पढ़ा वैसे करना। आर यू तुर्किश? अच्छा ऐसा मैम। हलंता तुर्की। नाम आना तुर्की। हल अंति तुर्की तुर्की यति तुर्की या तुर्की या तुम। नाम आना तुर्की। हल अंत मिस्री। नाम आना हल अंति मिस्री या तुम। नाम आना मिस्टेक। नाम हल अंता सूर्यून। आना सूर्य। हल अंति सूर्या तुम। नाम आना सूर्य। तुम शमीम, जी बच्चे, हुआ इसको रीड करें। ठीक ला यमशी हुआ यजदी, वो नहीं चल रहा वो दौड़ रहा है। हुआ यमशी वो चल रहा है, हुआ ला यजरी वो नहीं भाग रहा। इसमें से सही जवाब आपको मुंतखब करना है। वो हिंदी चल में नहीं रहा, वो भाग रहा है। जी हुआ ला यमशी हुआ यजरी। वो चल रहा है, वो भाग नहीं रहा है। हुआ यमशी हुआ ला यजरी। अन्निसाउ लदैहिन्न अरुसुन, वो औरत औरतों औरत के के पास। पास चावल है, औरतों के पास चावल है। दिस वन। अन्निसाउ औरतें, लैसा नहीं, लदैहिन्ना नहीं है उनके पास, नहीं है उनके पास। अरुजुन चावल, औरतों के पास चावल है। अन्निसाउ लदैहिन्ना अरुजुन। औरतों के पास चावल नहीं है। अन्निसाउ लैसा लदैहिन्ना अरुज़ुन। हुआ ला यमशी हुआ यजरी। यमशी ही इज नॉट वॉकिंग, ही इज रनिंग। हुआ यमशी हुआ ला यजरी। He is walk, हाँ, he is walking, he is not running।
ويمشي ولا يجري. He is walking, he is not running. The boy does not लड़के के have a पास قلم. कलम नहीं है। الولد ليس لديه قلم. عورتوں کے پاس چاول ہے. The women have rice. النساء ليس لديهن رز. The women do not have rice. ولا يمشي هو يجري. He is not walking, he is running. الولد ليس لديه قلم. The boy does not have a pen. The women do not have rice. الولد ليس لديه قلم. The boy does not have a pen. النساء لديهن رز. The women have rice. عمار جی میم، the boys the boy is drinking. drinking. الولد يشرب. She ارے has میم، وہ لديها هي كلب. she is eating apple. هي تأكل هي تأكل تفاحة. 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 The boy does not have pen. الولد ليس لديه قلم. He's walking, he's not running. هو يمشي، هو لا يجري. The boy does not have a pen. الولد ليس لديه قلم. He is not walking, he is running. هو لا يمشي، هو يجري. He is not walking, he is running. هو لا يمشي، هو يجري. He is walking, he is not running. هو يجري لا يمشي. هو لا يمشي. No. هو يمشي، هو لا يجري. The women do not have rice. النساء ليس لديهن أرض. النساء لديهن أرض. مام، كيا هي وہ؟ أرض ہے. أرزون.